بسم الله الرحمن الرحيم. انا روهان احمد، هتكلم النهارده عن كاتدرائية سواسون. كاتدرائية سواسون هي موجوده في سواسون فرنسا، هي اسمها الحقيقي المسمى الحقيقي بتاعها بازيليكا كاتدرال سان جيرفي سان بورتيل دو سواسون. اتاسست الاسقفيه بتاعت الكاتدرائيه دي في 300 ميلاديا. اول كاتدرائيه اتبنت كانت في 346 ميلاديا والتانيه في 815. اما اللي احنا شايفينها هنا دلوقتي هي مبنيه في 1176. اتشيدت الكاتدرائية دلوقتي اللي هي الثالثة في التاريخ واستمر بناها على مدى 3 قرون. تبع القانون الفرنسي في الفصل ما بين الكنيسة والدولة، فهي زيها زي بقية الكاتدرائيات الموجودة في فرنسا تبع للدولة الفرنسية، ولكن العبادة بتاعتها مكرسة للكنيسة الكاثوليكية. موجودة في قلب بيكاردي، هي واحدة من أكبر الكاتدرائيات القوطية في فرنسا، وهي أهم من أهم الأمثلة للعمارة القوطية. سواسون هي كاتدرائية غنية بالعديد من الروائع العمارة القوطية، زي مثلا في العصور الوسطى العمارة القوطية. في العصور الوسطى يظهر الكلام ده في الساوث ترانسبت والنورث ترانسبت والشيار، وكمان موجود عندنا على درجة دقيقة جدا من الفن القوطي. الانيشال بلانز بتاعتنا اللي اخدناها من ليون وتم التعديل فيها عشان يدمجوا فيها الابتكارات. بعد التوقف لمدة قليلة استأنفت العمل في 1194. ندخل على الوصف المعماري. النيف عندنا هنا، في نيف وهنا في 2 ايل، بعد كده ترانسبت النورث ترانسبت والساوث ترانسبت، هنا في الشوير، هنا في الابس، وهنا في الامبيلاتري. اول حاجه النيف، باستثناء طبعا الارشز فهي سيمتريك تماما، في واسعه وفيها اضاءه كويسه ومتناغم، لكن بيتكون من 7 سبانز. الواجهه بتاعته الاليفيجن بتاعه في 3 مستويات بارشز كبيره ونوافذ عاليه، لكن الأرشز بتاعت الفولت بتستقر على تيجان واحدة، بعد كده عمود دائري واحد. النوافذ بتاعت رواق الصلاة أو النيف معظمها إزاز أخضر شفاف عشان تبديله بعد الانفجار في الحروب وكده. عندنا هنا النيف، نقدر نشوف صورته، ده النيف تمام. نرجع تاني نخش بقى على الشوير. الشوير هنا عندنا او منصة التراتيل، هي واحدة من روائع الشكل المصمم للقوطي بنفس العمارة بتاعت النيل، بتلت برضو طوابق ومحاطة بأيل، لكن فيها هنا امبيلاتري وفيها 5 مصليات ما بين الأعمدة، تتكون من 4 سبانز زائد الفولت. الترايفوريوم بتاعه بيتكون من 4 فتحات أرشز واتنين نوافذ متطابقتين سيمتريك زيه بالظبط، لكن في القبو أو الفولت بيتكون الترايفوريوم من 3 فتحات أو قود بس زي هنا كده، 3 فتحات في تحت الفولت بالظبط. هنا ده عندنا الشوير أو منصة التراتيل، وهنا عندنا ده الفولت الترايفوريوم بتاع الفولت اللي بيتكون من 3 فتحات بس. نيجي للترانسبت، تم إعادة بنائه اللي هو النورث ترانسبت، تم إعادة بنائه بسبب الحروب وكده، نفس البنية المعمارية بتاعت النيف، لكن الجزء المهم اللي فيه هو الطرف الشمالي بتاعه، لأن فيه مظلة رائعة حلوة قوي، وفي نفس الوقت أهو في مظلة رائعة قوي، وفي دروز ويندو بتاعت الترانسبت، دروز ويندو ملونة بطريقة حلوة قوي. نيجي للساوث ترانسبت. الساوث ترانسبت ده اهم حاجة، لانه بيتبع القطيع المبكرة بارتفاع 4 طوابق على عكس النيف وعكس الشوير، ودي الحاجة المميزة اللي فيه. بيحتوي على مدرج الطابق الاول اللي بينتهي بفولت دائري او نص دايرة، ومش ترايفوريوم زي الباقي. المجموعة دي بتكون نص دايرة اضيق شوية من النورث ترانسبت، ولكن ديبر. المدرجات ليها 3 أرشز على عكس النوافذ العالية اللي هي بستة أرشز تمام. دي صورة عندنا هنا، ده النورث ترانسبت أو هنا كده نورث ترانسبت. نيجي للوصف الإنشائي. الواجهة الغربية بتاعتنا اللي هي دي مش جذابة قوي، نقدر نشوفها هنا كمان، شكلها مش لطيف قوي. ليه؟ لأن في دعامات بارزة أو الباترس دي بارزة جدا، فاصلة ما بين الإزاز النوافذ الزجاجية بتاعتنا. الدعامات دي هي مثيرة يعني بالنسبة
من وجهة نظر مرحلة التطور الإنشائي الكودي، دي كانت حاجة جديدة بالنسبة لهم، حاجة كويسة لكن هي مش جمالية. الدعامات الباترس العلوية الأبر باترس دي بتستقر على جزء من سقف منصة التراتيل أو الشير اللي هي في السنتر بتاعت اتجاه الفولت، ونفس الكلام ده هو موجود على الجزء التاني اللي تحت بتاعت الباترس، ومع بعض هما الاتنين بيأكدوا الثبات التام للكاتدرائية. عندنا أول حاجة عندنا الواجهة الأمامية، ندخل على الواجهات. الواجهة الأمامية هي الواجهة الأمامية، دي الواجهة الغربية في الكاتدرائية. واجهة عظيمة جدا ولكن فقيرة شوية في الأورنمنتس وكده، متكونة من 3 طوابق، غير سيمتريك تماما علشان خاطر في برج واحد بس اللي هو البرج الغربي، البرج الغربي، لكن البرج التاني ده هو ساب فراغ كبير قوي، واضح ان في هنا مكان حاجة ناقصة. في الجزء اللي تحت من الواجهة في 3 بوابات، 3 بوابات تقليدية، لكن بعد ما البوابات دي هي فقدت كل التماثيل والزينة ما بقتش ليها اي اهمية اثرية. شمال البوابات دي بقى في عندنا الروز ويندو الجميلة المزينة دي اللي لسه موجودة دلوقتي، جميلة جدا ببوينتد ارش، وفي عندنا 4 دعامات. ال4 دعامات دول هما العمودية، يعني بتقسم المبنى عشان تضمن ثبات المبنى، بحيث ان هما كانوا مثبتين المبنى على اساس ان في برجين، لكن بما ان البرج ده مش موجود هما برضو مضروش المبنى، وبالعكس دول هما سابوا افادة تانية. ليه؟ لان بعد كده لما جت الحروب، الحرب العالمية الاولى وكده، كانت ممكن تدور المبنى ده بشكل قوي قوي، لكن الدعامات دي هي اللي انقذت المبنى من الكلام ده كله، بحيث ان هي في قوه زياده ليها مكان البرج ده. فعشان كده هي ما فشلتش في مهمتها، هي قامت ضرر كبير قوي في المعارك الحربيه العالميه الاولى. عندنا بعد كده نتكلم عن البرج الغربي، لان هو ده الوحيد اللي عندنا. البرج الغربي تاريخه بيرجع مثلا نص القرن ال18، هو تقليد لبرج نوتردام دو باري لانه مقارب ليه قوي في الارتفاع 66 متر، وتقليد ليه في نفس الشكل تم اعادة ترميمه، هو جزء من النيل عشان بعد ما اتضرروا شوية في الحرب العالمية الاولى. كان من المفروض وجود طبعا البرج التاني زي ما قلنا مطابق ليه سيمتري بالضبط على الجانب التاني، لكن ما بناش بسبب الزمن بقى وتغير الاركتكتس وكده. ندخل على الواجهة التانية اللي هي الواجهة الجانبية. الواجهة الجانبية بتاعتنا هي الجنوبية هنا في الكاتدرائية، وعندنا هنا فيها بيبان الساوث ترانك. هي واجهة هيكلها الخارجي أنيق شوية وبتشكل شوية تناقض مع باقي الكاتدرائية، مش زيها قوي. بيتصل بالجانب الشرقي للجناح الداخلي اللي هو الانر ترانسيت، هو مسقف ببلاطات متعددة الألوان على باقي الكاتدرائية. في الزاوية هنا اتشكلت مع منصة التراتيل برج مربع الزاوية وسقفه مخروط. الجناح الشمالي النورث ترانسيت هو مدعم ب4 دعامات فقيرة، بتدينا إيحاء بالحزن شوية لأن ما بتخللهاش أي حاجات جمالية. في بس روز ويندو في بوينت أرشز مكسور. الحاجة بقى اللي بتميز الكاتدرائية سانسون في فرنسا هي ان هي حلقة الوصل ما بين الكاتدرائيات القوطية البدائية زي سان دينيس ولاون ونيون، وما بين الكاتدرائيات القوطية الكلاسيكية زي باريس وشارتر وبورجي. الكلام ده ايه الدليل على كده؟ ان هو عندنا بيظهر في الساوث ترانسيت هنا، بيظهر بارتفاع 4 طوابق، متبع ايه؟ متبع اللي هي مرحلة القوطية المبكرة البدائية، على عكس النيف وعلى عكس الترانسبت وعلى عكس الواجهات التانية كلها، على عكس بقية الكاتدرائية اللي هي 3 طوابق. يبقى احنا عندنا هنا الساوث ترانسبت هو الوحيد المتبع الكتلة المبكرة بارتفاع 4 طوابق، وده هو دليل الوحيد ان هي حلقة الوصل ما بين الكاتدرائية والكتلة البدائية وما بين الكاتدرائية والكتلة الكلاسيكية اللي احنا عارفينها. بس دي الحاجة المهمة. شكرا جدا.